النوايا الحسنة ورئيسة الاتحاد العالمي لحقوق المرأة ورئيسة الجمعية الصحراوية لتضامن وتوعية مشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة بفرنسا ورئيسة المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. جينا نشارك اليوم في هذا المهرجان ديال المهاجر اللي بمناسبة عيد الشباب وثورة الملك والشعب، وأنا جد فخورة بأني أتواجد بمدينة سطات. الناس الكرماء المغاربة كلهم كرماء، ولكن أصحاب سطات كرماء ما شاء الله، الله يحفظهم. ومن خلال هذا القناة نقول للمغاربة كلهم أينما كانوا خارج المغرب وداخل المغرب بأن قضية الصحراء المغربية ركتهمهم كاملين، وبأنهم شاركوا فيها كاملين. اللي ما شارك بالشهداء شارك بالنقود، اللي ما شارك بالنقود شارك بالحماس ديالو، اللي ما شارك بالحماس ديالو شارك بالمهرجانات بالتفاعل ديالو بالملتقيات. الناس كانت متحمسة في قضية الصحراء لواحد درجة كبيرة، وأي مغربي كيفما كان وأينما يتواجد راه قضية الصحراء راه هو شارك فيها ودخل فيها. وكنتمناو يتحل مشكل إخواننا اللي كاينين بمخيمات تندوف ويدخلوا بلادهم، وكنتمنى بأن الحكم الذاتي إن شاء الله ينطرح على الطاولة وبأنه يتحقق هذه الأمنية باش يدخلوا إخواننا والمحتجزين بمخيمات تندوف. الخطاب الملكي كان خطاب في المستوى اللي تكلم على بزاف الحوايج اللي كيهموا المغاربة وكيتهم الجالية المغربية، وكنتمنى من المغاربة من السلطات والحكومة بأنها تنفذ هذا الشيء اللي قال سيدنا، لأنه في صالح المغرب في صالحنا احنا كمجتمع مدني. والله ينصر سيدنا لأنه أعطى لهذه البلاد هذه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، وحنا اللي كنعيشوا خارج المغرب في الغربة، حنا اللي كنسمعوا كيفاش دابا المملكة المغربية. ملي تقول المملكة المغربية راه كتقول شي حاجة كبيرة 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 خارج الوطن، وهذا بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والفضل ديال سيدنا الله يخليه لنا.